معركة سياسية حاسمة يخوضها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مرشحاً عن حزب الليكود في الانتخابات التشريعية من أجل البقاء على رأس الحكومة في إسرائيل. أدعو جميع المواطنين في إسرائيل للتصويت في الانتخابات مثلما فعلت أنا وزوجتي، لن أحثكم على التصويت لشخص بعينه. ويتنافس نتنياهو مع رئيس حزب أزرق وأبيض ورئيس أركان الجيش السابق بيني غانتس في ثاني مواجهة بينهما خلال 5 أشهر بعد جولة أولى لم تكن حاسمة. غانتس الذي دعا جميع الناخبين إلى المشاركة في التصويت أعلن اعتزامه تشكيل حكومة وحدة تدعمها الغالبية العظمى من الإسرائيليين، وذلك مع ائتلافه الوسطي أزرق وأبيض الذي يضم 3 رؤساء أركان عسكريين سابقين. أوصيكم بالتصويت لصالح حزب أزرق أبيض، لكنني سأحترم أي قرار آخر تتخذونه. من المهم جدا أن نفي بحقنا في الانتخاب. نريد أملا جديد. نحن نصوت اليوم لأجل التغيير. سوف نعيد الأمل مجدداً وسوف نجلب التغيير بلا فساد وبلا تطرف. على خط موازٍ يدخل وزير الدفاع السابق فيكتور ليبرمان الذي كان اليد اليمنى لنتنياهو المعترك بوصفه مرشحاً للعب دور صانع الملوك بعد حملة خاضها تحت شعار لجعل إسرائيل طبيعية من جديد. ويحتاج نتنياهو إلى ليبرمان لتشكيل تحالف يمكنه من تحقيق الأغلبية الكفيلة بتشكيل الحكومة. من جانبه دعا أيمن عودة رئيس القائمة المشتركة العرب لإسقاط اليمين عبر الاقتراع بكثافة، متهماً رئيس الحكومة بالتحريض ضد العرب. قبل أسبوع قال العرب يسرقون، وقبل يومين قال العرب يريدون إبادة أطفالنا. شعبنا يدرك أننا أمام رئيس حكومة مهووس. وأياً ما كانت النتيجة تظل عدة قضايا على رأس جدول الحكومة المقبلة، على رأسها ملفات الصراع الإقليمي في مواجهة إيران والعلاقات مع الفلسطينيين والولايات المتحدة، وكذلك ملف الاقتصاد.